السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حضرات في المادة اللي درستها لكم، وأخذنا مع بعض 5 محاضرات فيها قبل الميد تيرم، وهي الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة. في الحقيقة أنا سعدت جدا بيكم في المحاضرات الـ5 الأول، وكان ليكم إسهامات كبيرة في إثراء المعرفة التطبيقية لدي، وأنا من ثم إثراء المعرفة النظرية والتطبيقية في موضوعات أخرى فيما يتعلق بهذه المادة لديكم. في الحقيقة أنتم مجموعة متكاملة، مجموعة متعاونة، مجموعة واعدة، يعني كلكم قيادات، ويعني أتمنى لكم كل توفيق في هذه المادة. المادة بتاعتنا هتكلم عن 6 نقاط، 6 نقاط رئيسية كنا مقسمينهم على مجموعة الـ10 محاضرات. هذه النقاط الست هي دراسة الجدوى التسويقية، ثم الجدوى الفنية، ثم حاضنات الأعمال، ثم الصندوق الاجتماعي، ثم الامتياز التجاري، ثم أخيرا الجدوى المالية. في الحقيقة الموضوع الأخير وهو الجدوى المالية، لأنه موضوع به معدلات كثيرة للتقييم المالي، وطبعا أولها معدل عائد على الاستثمار، ثم فترة استرداد، ثم معدل عائد داخلي على الاستثمار إلى آخره، ودي كانت عايزة بعض الشرح والتوضيح، فإحنا هنتجاوز عنها في هذا الترم إن شاء الله. بالنسبة للجدوى التسويقية أنا شرحتها لكم بالتفصيل، وأعتقد إن أنتم مستوعبينها كويس وركزنا عليها. بالنسبة للجدوى الفنية احنا قسمناها الى محاضرتين، وكانت هناك افكار جميلة واثراء للمناقشات وتجربة ثرية من بعض زملائكم فيما يتعلق بدنيا الاعمال والمشروعات الصغيرة. وهذه الجدوى الفنية أنا حقيقة كنت مركز عليها فيما يتعلق بالامتحان، لا أنا يعني أتجاوز عن ده شوية دلوقتي، لأن عندنا 3 موضوعات أخرى ثرية، وهناك وضوح فيها أكثر، وهناك يعني تجربة قيمة فيها، وهناك عناصر وعوامل تساعد على المشروعات الصغيرة زي ما هنشوف دلوقتي، حضانات الأعمال والصندوق الاجتماعي والامتياز التجاري. فيعني ممكن نركز على موضوعين من الموضوعين دول في امتحان الفاينل بإذن الله. وخصوصا إن الجدوى الفنية حتى لو احنا استغرقنا فيها محاضرتين، يعني دي بحقيقة بتبقى نواحي تفصيلية أكثر ونواحي فنية متعمقة أكثر، ربما يعني تدخل تحت نطاق التخصص الهندسة مهندسين وتخصص الخبراء الاقتصاديين إلى آخره إلى آخره، فهي يعني هي فنية أكثر، على يعني اسم على مسمى، هي جدوى فنية بصورة أكبر. في الحقيقة أنا كنت راضي على أدائي معاكم وأدائكم معايا، كنت أتمنى أكمل معاكم الترم، لكن قدر الله وما شاء فعل، وهعرض على حضراتكم بسرعة دلوقتي في عجالة الموضوعات الـ3 الأخرى، وهي الصندوق الاجتماعي وحاضنات الأعمال والامتياز التجاري اللي هو فرانشايز. شكرا يا حضرات.